يعني عندنا التجربة الإيرانية، عندنا التجربة السودانية، عندنا التجربة الجزائرية، يعني تجارب كثيرة تقول لك لا تدخل الدين بالسياسة. نعم أحترم الدين على عيني ورأسي، ولكن لا تمزجه بالسياسة. ومع ذلك بقي الدين أسهل وسيلة للوصول إلى الجماهير. ليش؟ لأن الجماهير إذا دغدغتها بالدين، دغدغتها بأن هذا قول الله وقول الرسول، وفق طبعا خطاب معين، وفق تفسيرات معينة، ينجرف وراءك. لكن لو كلمت بخطاب العقل لن يأتيك أحد، لأنه المشكلة أن الجماهير وجدانية. فلأجل ذلك أنا لا أثق بمن يمزج الدين بالسياسة. أحيانا يقال لي طيب ليش ما تحاول أن تهدئ مثلا مع التيار الإسلاموي، تحاول أن تهدئ معه للوصول إلى مرحلة معينة؟ لا، من البداية الذين هدأوا مع الثورة الإيرانية، ما الذي حصل لهم في النهاية؟ انتهوا. وهذه إيران أمامنا الآن مصدرة للإرهاب باسم تصدير الثورة و إلى آخره. فأنا لا أثق تماما بهذا.